اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته 4 مرات. الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة إن فعلت 4 عمرة. نعم، وحج مرة واحدة. إن فعلت حج في هذه المرة التي حج فيها عليه الصلاة والسلام سميت بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها كالمودع يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كأنه يودعهم، كأنه يريد الموت. نعم. سسل حج الرسول صلى الله عليه وسلم من فيه ويدو كنية بحجة الوداع فيه والبرمج et ça ils sont derrière pèlerinage comme si des façons et ils finissent faire ça ils ont pour droit de menacer quelqu'un pour un dépouillement de le tuer le hajj comme si puis aller puis à mort il n'a pas la même chose encore كانت في السنة العاشرة من الهجرة et حجة الوداع فهو البرمج اتدا 10e année هجرة. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من الحج بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، مرض الموت. أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم من فينيس حجة الوداع، son farewell pilgrimage، il retourne de Medina. Là, il commence malade qu'il peut sauver pour les morts. نعم، اشتد به المرض عليه الصلاة والسلام. Là, il est malade, n'aggravé le. Après, son farewell pilgrimage. نعم. حتى مات عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مور dans troisième mois l'année islamique ربيع الأول النبي عليه الصلاة والسلام ينكت صلاته. ارتد من ارتد عن الإسلام. يا سامو مالا أبو الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم ينكي لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، يعني افتتن بعض الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض الناس منعوا أداء الزكاة. نعم. والله سبحانه وتعالى ثبت الصحابة رضوان الله عليهم وقاموا بالبيعة لأبي بكر رضي الله عنه. جنودي الله تبارك وتعالى يدون فهم ناس من الصحابة أسموا مالا وزدوا زدين بلاد علي جنز أبيك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه.